السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من اخر فيديو سبتكم فيه، النهاردة هنعمل مع بعض حاجة كده، اختراع وهم طعمها تحفة. حاجة كانت بالنسبة لي مجرد ان انا بس ايه، كان عندي زي ما انتوا شايفين كده موزتين وبرتقالتين وتقريبا 8 فراولات او 6 فراولات، فقلت ان انا ممكن اعمل بيهم حاجة حلوة يعني. فجيت بالليل كده وانا قاعده، رحت مطلعه الدقيق بقى وعملت ايه، طريقه كيكه فظيعه، طلعت حلوه جدا جدا فوق ما تتخيلوا يعني. فانا هقول لكم دلوقتي الطريقه وانتوا ان شاء الله هتجربوها وهتقولي لي رايكم فيها، تمام؟ انا اول حاجه عملتها ان انا جبت برتقان، خدت البرتقانتين ورحت واخداهم في معصره ورحت عصرهم، خليتهم عصير برتقان عادي، فعملوا معايا كوبايه البرتقانتين، عملوا كوبايه من عصير البرتقان، تمام؟ طيب دلوقتي انا في الخلاط بتاعي العادي حطيت كوبايه الا ربع زيت ومعاهم كوبايتين الا ربع سكر وكوبايه عصير البرتقال اللي هما البرتقالتين اللي احنا عصرناهم من شويه، وحطيت عليهم باكو فانيليا وثلاث بيضات. بس البيض مش هتحطيه دلوقتي، هتضربي الاول المكونات اللي انا قلتها دلوقتي الاول وهتسيبي البيض في الاخر، تمام؟ البيض هيتحط معاه ربع معلقه صغيره من الملح ومعلقه خل صغيره، بعدين تبتدي تضربيهم تاني معاهم الايه، الثلاث مكونات الاخر دول، تمام؟ تضربيه كويس جدا يعني حوالي دقيقتين او ثلاثه بالكتير. ودلوقتي هنروح جايبين كوبايتين دقيق اي نوع عندك مفيش مشكله، وهنحط عليه باكو من البيكنج باودر، وهنحط عليه معلقه صغيره من النشا، تمام؟ النشا برده حلو جدا في الكيكه، بيديها برده طراوه كده وبيبقى بيخلي فعلا بيساعد ان الكيكه بتاعتك تبقى طريه، تمام؟ طيب ودلوقتي اهو حطيت عليها الصوص بتاعي اللي انا ضربه في الخلاط، وقطعت عليها الموز اللي هم 70 الموز بتوعنا ومعاهم الثمان فراولات او الست فراولات، وتقطعيهم صغير خالص وتبتدي ان انت تقلبي كويس جدا، تمام؟ وده كده شكلها بعد ما قلبتها خلاص، تبدأي تقلبي فيها بالراحه، تدمجيها، ما تسيبيش اي دقيق ناشف فيها، على قد ما تقدري تقلبي لحد ما يديكي السمك بتاع الكيكه بتاعتنا العاديه، خلاص؟ دلوقتي انا دهنت الصينيتين بالسمنه مش بالزيت، السمنه بتساعد الكيكه بتاعتك ان هي ما تلزقش في القعر بتاع الصينيه، تمام؟ فلما تدهني الصواني للكيكه بالذات، وخصوصا لو هنقلبها زي ما هنعمل في الطريقه دي، فهنستخدم السمنه في دهان الصواني، خلاص؟ دلوقتي دهنتها بالسمنه وصبيت الكيكه بتاعتي الكميه بتاعتي في الصينيتين دول، لو انت حابه تحطيهم في صينيه كبيره مفيش مشكله، هتطلع عاليه معاكي جدا جدا يعني. ده كده شكلها بعد ما دخلتها الفرن على درجة حرارة وسط، الأول بشغل الفرن على درجة حرارة عالية اللي هي 360 درجة، وبعدين بوطي الفرن لدرجة حرارة أقل من 180، وبدخل الكيكة وبقفل عليها الباب، ما تفتحيهوش خالص إلا بعد نص ساعة على الأقل عشان تعرفي أو تشوفي التيست بتاع، تعملي الاختبار بتاع الكيكة بتاعتك وتشوفي إذا كانت استوت ولا لأ، وده احنا بنعمله بخلة سنان أو بسكينة، بتدخليها في أي مكان من النص وبتطلعيها، لو لقيتيها لسه ملزقه او فيها تلزيق بسيط كده فيبقى لسه الكيكه بتاعتك ما استوتش، تمام؟ فلو استوت احنا بنطلعها وبنحط اطباق تحتيها وبنقلبها زي ما انتم شايفين، انا قلبتها هنا، ودول الكيكتين فوق بعض عايزه اقول لكم عاليين جدا ما شاء الله. الطريقه دي حلوه جدا جدا، وزي ما قلت لكم الكيكه فعلا بتطلع عاليه، فبتعمل معاكي كميه رهيبه بالكوبايتين اللي احنا استخدمناهم، كوبايتين الدقيق اللي احنا استخدمناهم، وكمان طعمها روعه روعه روعه، طعم جديد مش حاجه متجربه قبل كده. تقدري كمان تصبيها في الصواني الصغيره اللي هي بتاعه الكب كيك بتاعك، لو عندك، لو متوفره عندك في البيت بتبقى حلوه برده. دلوقتي ده كده شكلها، انا قطعتها لكم اهي وشكلها بعد ما خلصت، تمام؟ انا عدلتها عشان الوش طبعا اللون اتغير، فانا عشان عدلتها تاني عشان اقطعها، تمام؟ فيا رب ان شاء الله الطريقه تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها وتعجب ولادكم باذن الله. فإذا إن شاء الله عجبتكم الطريقة ما تنسيش طبعا تعملي لايك للفيديو وشير لأصحابك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.